أهلا بكم. عطلة نهاية الأسبوع كانت بلون الترفيه بالنسبة لساكنة الحسيمة، هم الذين تكبدوا ضغوطا نفسية بسبب توالي الهزات الأرضية. سباق على الطريق، بادرة ضمنتها فعاليات محلية بمدينة بني بوعياش. في السباق شارك مئات من الذكور والإناث، وأتاح فرصة للخروج ولو نسبيا من دائرة القلق الملازم للأهالي منذ حوالي 3 أشهر. روبورتاج عبد الحميد المرابط، محمد حجوب. هو جري وعدو لمطاردة شبح الخوف الذي يشتم على صدور الصغار والكبار جراء توالي الهزات الأرضية بمنطقة الريف منذ حوالي 3 أشهر. الحضور الجماهيري يلهم لمتابعة أطوار هذا السباق على الطريق الذي احتضنته بلدة بني بوعياش بنواحي الحسيمة، عكس الحاجة إلى أنشطة تذيب جليد الخوف المتراكم بقلوب الساكنة. أشكر كثيرا منظمي هذا المهرجان الرياضي الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لساكنة المنطقة للتخلص من الضغوطات النفسية وموجة الخوف الناجمة عن توالي الهزات الأرضية. جئت لمتابعة أطوار هذا السباق، تظاهرات كبرى شاركت فيها حشود كثيرة من المتسابقين والمتسابقات. أتمنى أن تتكرر مثل هذه المبادرات مستقبلا. يعني أموانيتين أم سباق أموانيتين إن شاء الله. 740 عداء وعداءة من مختلف الفئات العمرية ذكورا وإناثا شاركوا في هذه التظاهرات الرياضية التي رفعت شعار الرياضة دعامة أساسية للتنمية. المسابقة الرئيسية بالنسبة لفئة الكبار التي انطلقت من مدينة إمزورن وصولا إلى مدينة بني بوعياش على طول 6000 متر، عرفت تتويج المتسابق إبراهيم فلاح بالمرتبة الأولى. أما بالنسبة لفئة الإناث فقد عادت الصدارة إلى المتسابقة ليلى سلول. عشرون يوما وأنا أستعد في الهواء الطلق بروبا بلدة بني بوعياش. أحمد الله كثيرا على فوزي بالجائزة المالية والرمزية لهذا السباق. ايوا البنيه وهي سمح لنا نروح غاتول المكتوخه كتبان. انا فرحانه بزاف حيت انا جيت الاولى، وكنتمنى ديما يبقى يكون هاد المشاركين والمشاركات ديما هكا باش حتى التلميذات والتلاميذ يكون عندهم الشجاعه باش يلعبوا. في الحقيقه هو جا في وقت مناسب، لان الساكنه خاصه تعاني من هزات ارتداديه منذ 3 اشهر، مما اثر على نفسيتهم سلبا. واعتقد ان مثل هذه النشاطات الترفيهيه والرياضيه قد تساهم طبعا في تنميه المنطقه. منطقة الريف التي عرفت سلسلة من الهزات الأرضية المتتالية منذ 25 يناير الماضي، آخرها سجل يوم الجمعة الماضية بعرض سواحل الحسيمة بقوة 4.4 على سلم ريشتر، تحاول إذن عبر هذه المبادرات إيجاد متنفس للساكنة وإشراكها في أنشطة رياضية وترفيهية للخروج من عنق زجاجة الخوف والهلع.